ابن عمك ما يبو الله فلاني فزالا حتى انا تراني احترت فيني. ايش رايك في القرار اللي ماشي معك؟ تهزمني النجلا ولا ند فرسان وهدي حياة الدرب واحتار ويني اللي أصف لك زمانك علي يا ضامي. هذه اسمع اشرب قبل لا لا هذه كلمات الشاعر خالد الفيصل. خالد الفيصل كاتب الثاني. رد على خالد الفيصل اساس ورد عليه الشيخ محمد الراشد. صحيح. هذا البيت يا صبالك زمانك علي يا ضامي يشرب قبل لا يحوص الطين صافيها. محمد بن راشد. هذه حقت محمد بن راشد. انا اقول خالد الفيصل. لا خالد الفيصل يوم يقول اسمع وش مطلعها؟ تحدي. وش مطلعها هي؟ وش مطلعها؟ من بادي الوقت هذه حقت خالد الفيصل. من بادي الوقت وهذا طلع الايام. هذه تكملة القصيدة. أثبت الأيام البيت هذا ما تمضي لياليها حلوة الليالي تورى مثل الأحلامي المقال لي أجاج الوقت إنهيها واللي أصف لك زمانك علي يا ضامي واشرب قبل لا يحوس الطين صافيها. حقت محمد بن راشد يوم يقول اسمع يا مرحبا يا معنا خط الأقلام على نفس اللحن. هذا هو لكن اللي اصفى لك طيب هذه اللي اضامي يشرب والله يحس هذه حقك انا يا حبيب اغنم زمانك انا يا حبيب اغنم وعادك صغيرة السن طيشاني يا لا 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 يا لا 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 تجي خش كده على اليمين على اليسار زمانك أمانة يا حبيب اغنم وعدك صغير السن طيشاني الله أخايف عليك بعد 16 سنة تندم خايف عليك بعد 16 سنة تندم تنسى شبابك وأحبابك وتنساني الله يا ولد في 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 عطنا الثاني شو اسمها حال ما صوت فيصل وينه تفكيرك خيال في رجيل تحت صوت فيصل في رجيل تحت لا 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 فيصل هويمن صوت فيصل ولا انا ما اعرف شيء فيصل بن شافي انا اول سمعت قلت فيصل بن شافي ولا انا ما اعرف انا قلت هو شافي الكويت راح مع محسن صدق هي والله شلت وانا داق قبل شو ماخذ شنطه الكبيره الشوله شي قلت انا شوف محسن كيف يروح الكويت معنا صح عنده ناس ولا لا قال فيصل هناك ها؟ لا ما اتوقع انا كاني سمعت اول صوت فيصل لا قلت فيصل شاكو عطنا الوضع الحين انا عارف الوضع حال ما وضعت تفكيرك خيال في هجير الشمس ما تلقين في
يومك يوم اشتي من حناني في دلال تحسبين انك ملكتي كل حي الغرور يحطم جسور الوصال يا مي عيونك ترى عن كل ضي الغلا لحد يا بنت الحلال خففي من كبرك الزايد شوي حال ما بعد تفكيرك خيال يا جير الشمس ما تلقيني في يا ولد انت الحين بالله عليك سؤال يسدح نفسه اسدح نفسه هل لك وجود كشخص اسمه محمد بطيري هل لك وجود في احساسك؟ او هل احساسك له وجود محمد بطيري؟ هل لك احساس معين؟ ما ادري ايش وضعك اي والله في كلمات فيك احساس احيانا في احساس مني اكتبه وفي احيانا ما اطلعه ليه؟ لكن بس ايش وضع انت فيك نفسيه؟ نفسيتك هذه انت ما ادري ايش وضعك نفسيه انت ايش وضعك انت؟ ليش؟ والله شوف بقول لك شيء في امور يا اخي ما ودك على قولة محمد بن راشد تنبثق بها خلها داخلك بكل هواء وكذا يعني الناس ما تشيل همك مالك ما الناس ما لها شغل هنا تشيل همي الناس تبغى هنا واحد اللي يونسها اللي يحبك يعرف شخصيتي اذا ضحكت اكيد معك اكيد اذا زعلت بيزعل معك شيء طبيعي ما لهم علاقه انهم يضايقون سبتك يا اخي انا الناس ما طيب انا احبك ويضايقك انا ضايق فهمك بشيء؟ ايه الناس تبغى الشيء اللي في الرحى على الشاشه مو كل شيء يضيق ضيق نكدت على الناس معلش ما انت بعايش واقعي يعني دقيقه معلش ما لا 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 لا, لا عايش واقعيتي شوف امس ضايقت يومي كله بسبت ايش؟ سالفه محسن حتى شايف الرئاسه عندي والله اني اضحك واستانس اي شيء يمكن يقفلها معي ادري بس ما عشت الحزن ليش ما عشت؟ كيف عشت الحزن؟ حزني انا اطلعه يعني؟ يا اخي ما عندي انا من اللي يقول لك عندي اصلا؟ لا او شيء داخلي انا مخفي يا اخي ما حد له علاقه بشيء يضايقني يا اخي هين بيننا عاد غير بشكل عام الجمهور اتوقع ما له علاقه لنا حق فيك كلنا ولا اي انتم ايش رايك انتم اخوان انت لو انت لا والله لا تحزن عندي يا سلام والله لا تحزن والله كفو فارقني راح احزن هناك لحالك لحالك ابك لحالك ابكي ابك ما في يعني انت لو حزنت مفارق عنك وخليك نعم اي بالله مره تموت في غيابك لحالك مره فكوري مالك شغل بحد ما لحد شغل فيك بس شوف لابد تسال انت هو على فكره كم مره يسالني ايش وضعك ليش كذا هذا غلط بس عادي لا هو يقول لك انا بحزن بروح اموت لحالي لا ما له شغل تموت شوف شوف والله العظيم والله العظيم اني يوم اضيق ولا تقعد لحالك اطلع لحالي لا بس بامانه فكيت لحالي يا سلام كذلك الوضع عندي غلط لكن لما تجي عند الشاشه ما عندك اصدقاء مغربين لكن لما تجي قدام الشاشه لا عندي بس ما ابغى انكد عليهم انكد عليهم ليه زعل مو الوضع ذا يعني دقيقه لو جاك احد زعلان من اخوياك وقال انا زعلان بجي بقول له لا انا من ناحيتي انا من ناحيتي الضايق لما اشوف شخص متضايق اكيد ضايق بفوجي كاني ما بيك انا الضايق احاول قد ما اقدر لو اشوف شخص متضايق ليش اسمه ايه لو جاك هو متضايق ما له هلك مثلا تقول ضف وجهك خلاص وجهك حزنان ضف وجهك دام خلاص وصلت هذا تكلم عن لا ما انا ما يواصله انت تقول طلع اللي داخلك انا مو انا ليش اطلع وانا مبسوط ومستانس انا اتكلم لك عني انا عن نفسي انا ما احب ابين ضيقي قدام احد يا سلام هذا اللي صاير احس اني انكسر انا